بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكم أينما كنتم. على ما يبدو أن الصفقات الحراقة والرنانة اللي أبرمتها إدارة الخطيب في الفترة الأخيرة مع بعض اللاعبين سواء المحليين أو سواء الأجانب، وخاصة سافيو ومصطفى ميسي وغيرها من الصفقات المهمة اللي من شأنها أن ترفع قيمة النادي الأهلي في المنافسة على الألقاب في الموسم الماضي. هذه الصفقات أثارت البعض بشكل غير طبيعي، وظهرت الكثير من الجوانب السلبية في وسائل الإعلام، بحيث كثرت الإشاعات والأكاذيب، وبدأت حملة إعلامية من شأنها تسقيط الخطيب والإساءة للنادي الأهلي. فأظهروا حتى الملفات العتيقة المهترئة والشائكة، ويمكن بشكل غير مناسب أظهروها في وسائل الإعلام، ومن أهمها موضوع التبرعات والساعات وما إلى هذه الأشياء التافهة اللي يمكن عفل الزمن عليها. وإدارة الخطيب في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة وضحت للرأي العام هذا الموضوع. طبعاً هم بكل يعني دقة وبكل صراحة يعرفون يعني الحالة الذهنية أو النفسية للخطيب، هم دارسين هذا الشخص بشكل كبير، شخص محترم على أكبر قدر من الاحترام والأخلاق، وبالتالي لا يتحمل الإساءة، وبالتالي ربما هم يعرفون أنه سيرد وربما سيقلق وربما أيضا سيفقد السيطرة على الأمور اللي تتعلق بالنادي. هو هذا الهدف الرئيسي من هذا الموضوع، هو أن إشغال الخطيب عن إدارة النادي والاهتمام بالمهاترات والمجادلات والنقاشات الفارغة والمهترئة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على منصات القانون، لأنه الخطيب طبعا في كل مرة بشكل محترم يطلب من المسؤولين القانونيين أو اللجان القانونية الموجودة في النادي أن تتحرك للرد على مثل هذه الأكاذيب والإشاعات. لكن الهدف الرئيسي هو مو هذا، هم يعرفون جيدا أنه لا توجد مثل هذه الأشياء في النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي منظم ومرتب ونادي عالمي يستطيع أن يتعامل مع كل الأمور بشكل أو بآخر، لكن هم يردون شو يسوون؟ يردون يهزون الخطيب ويقلقون الخطيب ويشغلون بهذه الأمور لكي يهتم فيها أكثر من اهتمامه. وين اهتمامه؟ بالمسائل اللي تتعلق بالنادي. أيضا موضوع كهرباء وما ظهر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض منصات الإعلام أن في هناك رجال أعمال خليجيين سيدفعون فاتورة كهرباء أو ما إلى ذلك، ومن هذه الأمور، هذا أكاذيب وإشاعات مغرضة هدفها تهز الكيان الأهلاوي. النادي الأهلي لا يحتاج إلى حد أن يدعمه أو يتبرع له. نادي الأهلي قوة اقتصادية كبيرة في مصر، بس عقد الطيران الأخير اللي إجا يتجاوز المليارات، زين يتجاوز المليارات، أرقام مهولة، زين من 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 الشركات الاستثمارية، من الرعاة، من حتى وسائل التسويق الموجودة، وبالتالي النادي الأهلي لا يحتاج أن يتبرع عليه أحد في أي موضوع. والله دفع مخالفة كهرباء أو دفع ما أعرف شلون، هذه الأمور ليس صحيحة. يجب على جمهور الأهلي، أنا أشوف بعض من جماهير الأهلي أن تتعامل مع هذا الموضوع كأنه حقيقة، تقول نعم وما في مشكلة وهذا شيء طيب. لا يا أخي، هذا شيء غير طيب. النادي الأهلي لا يحتاج أن يتبرع لأحد. نادي الأهلي نادي كبير في القارة الأفريقية، لديه الأمور التسويقية على أعلى مستوى. هذا النادي الأهلي أغنى نادي موجود اليوم في 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 كل في أفريقيا وفي الدول العربية وفي مصر. نادي جدا قوي من خلال شعاره، من خلال براند ماله، من خلال الرجال اللي يديرونه. نادي اللي ما محتاج أن يأتي أحد ويعطيه مبالغ في مسألة والله دفع مخالفة ودفع فاتورة ودفع وعقد فلان وعقد فلتان. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. من هذا الكلام يدسون في العسل، بس السم بالعسل، يدسون السم بالعسل لكي أنه النادي الأهلي أيضا لا يختلف عن أنديتهم الباقية، لا يختلف عن أنديتهم الباقية. النادي الأهلي أيضا يتبرعوا له، والنادي الأهلي أيضا يطلب الأموال من مصادر أخرى غير المصادر الرسمية التسويقية اللي هو يمتلكها. وأن النادي الأهلي هذه كلها في الإعلام أن هذه كلها أكاذيب والنادي الأهلي لا يملك شيء. هذا هو الهدف الرئيسي من هذا الموضوع. فيجب على الجميع
أن يقف بوجه هذه الإشاعات المغرضة اللي من اللي يمكن من أهم أهدافها زعزعة الاستقرار في النادي الأهلي في المرحلة القادمة، لأن النادي الأهلي اليوم قام ب يمكن صفقات رنانة وقوية راح تغير خارطة الطريق في الموسم القادم، لأنه إحنا نعرف في الموسمين الماضيين يمكن الأهلي شوية اهتز، لأنه يمكن تكلمنا عن هذا الموضوع بشكل مفصل في حلقات أخرى بسبب الكثير من الأشياء، بسبب يعني كان يحارب على أكثر من جبهة، الإصابات، الأمور المعاكسة اللي تكلمنا عليها وما أريد نعيدها. اليوم الأهلي في حقبة جديدة في الموسم القادم، حسب رؤيتي وحسب مشاهدتي للصفقات اللي عقدها النادي الأهلي في هذه الفترة ستكون صفقات نارية وملتهبة وستغير الكثير من الأشياء، وحتى المنافسة بين اللاعبين ستكون في أوج عطاها وفي أوج مستواها، وبالتالي النادي الأهلي يجب أن يبتعد عن هذه المهاترات وعن هذه الجدالات والعقيمة اللي هدفها مثل ما ذكرت لكم هي هز الكيان الأهلاوي. بالنسبة لكولر، مارسيل كولر مدرب صايع كرة، من أفضل المدربين اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي حسب وجهة نظري ومن خلال قراءتي لتاريخ هذا الرجل ولشخصيته. المهم شخصيته، شخصية قيادية على أعلى مستوى، شخصية قوية، يمكن راح يقود النادي الأهلي بشكل أفضل حتى من أسلافه اللي دربوا النادي الأهلي في الفترة السابقة. الشخصية القيادية والكاريزما القيادية اللي يمتلكها هذا المدرب خلتني أقول عليه بالفعل أنه صايع كرة، صايع كرة بكل المعنى، بكل معنى هذا كرة. الأهم في موضوع كولر هو علاقته بالإعلام. هذا الرجل يستطيع أن يلعب بالإعلام كأنه خاتم في أصبعه، كما حدث في كل المؤتمرات الصحفية اللي كان يظهر فيها، وكيف كان يثير الإعلاميين ويثير الجدل في كل لقاء ويشغلهم عن المواضيع اللي يعني هو يتحكم في كل ما يدار في قاعة المؤتمرات. وهذه مسألة جدا مهمة خاصة في النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي الفترة الماضية وسبب من أسباب هبوط مستوى الفريق هو الإعلام. الإعلام يمكن كان يعرف كيف يتعامل مع المدربين اللي إجوا للنادي الأهلي، يتعامل وياهم بشكل سلبي حتى يقودهم إلى عمل غير متقن على أرض الملعب، كما فعلوا مع موسيماني وكما فعلوا مع سواريش، وهذا واضح كان. لهذا السبب فمن أفضل الصفقات اللي عملها أو اللي عملتها إدارة محمود الخطيب هو التعاقد مع هذا المدرب اللي أنا أعتبره ضربة معلم بالنسبة، وأنا ما قلت على سواريش هذا الكلام، حتى على موسيماني ما قلت هذا الكلام، وهذا واضح في كل الفيديوهات السابقة. لهذا السبب أنا أقول أن صفقة مارسيل كولر صفقة ممتازة، ويجب أن يوفر لهذا المدرب كل الإمكانيات والعناصر اللي من شأنها أن تجعله دائما في المقدمة، لأنه يحتاج إلى الأدوات. بدون أدوات أي مدرب لا يستطيع، ما تكون قيمته وما تكون شخصيته، لكن هذا الرجل قيمة فنية ويعرف كيف مثل ما ذكرت لكم، والأهم يعرف كيف يتعامل مع كل الظروف المحيطة والعوامل المعاكسة اللي تحيط بالنادي الأهلي. هذا هو يمكن أهم ميزة يتميز بها مارسيل كولر، زائد عن إمكانيات الفنية الجيدة، درب منتخبات وصل النمسا إلى بطولات عالمية مثل بطولة أمم أوروبا، وأيضا حصل على بازل بالدوري، وهو يعني هو يعرف كيف يتعامل مع الفرق القوية اللي 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 اللي, اللي تسمى بفرق البطولات، وليس مثل ما احنا تكلمنا عن سواريش انه ليس مدرب بطولات لانه متعود على ان يقود فرق في الوسط او المرتبة السادسة او السابعة، لكن هذا المدرب مدرب جدا عميق فنيا وعميق اعلاميا ورجل متمكن يستطيع ان يقود الفريق بافضل حال.